رحب بحضراتكم في آخر فقرة في حلقتنا النهاردة. خلونا نتكلم عن الشارع وإيه اللي بيحصل فيه أكتر. الفترة اللي فاتت للأسف حصلت أكتر من حادثة كانت محل اهتمام للرأي العام خلال الأيام الأخيرة اللي فاتت. أيام بسيطة جدا حصل فيها كذا حادثة ورا بعض. العنوان الرئيسي للحوادث دي كان إيه؟ كان العنف والرغبة في الانتقام. للأسف كتير من الحوادث دي ظهر فيها ساعات غياب دور الأب والأم، ساعات كتيرة تأثير السلبي للمجتمع من خلال السوشيال ميديا. السؤال هنا إزاي نتخلص من الميول الانتقامية والعنف عند الأبناء؟ خلينا ناخد السن الصغير ونبتدي نعلمه إزاي ده ما يحصلش معانا في المستقبل. هنعرف إجابات على أسئلة كتيرة جدا معانا من استشار العلاقات الاجتماعية والأسرية دكتورة عزة زيان اللي منورانا النهاردة في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكي، منورانا. صباح الخير، أهلا بيكي. يعني خليني اقول، مش عايزه اعمم واقول ايه هو ايه اللي حصل للمجتمع، لانه دول حالات فرديه وحقيقي مش ده المجتمع المصري وحقيقي مش ده المواطن المصري الاصيل، لكن شفنا حوادث احنا كمجتمع اتخضينا منها. خضتنا جدا ومش عارفين ده حصل ازاي، ففهمينا الحالات دي سببها ايه؟ يعني ايه اللي بيطلع الحالات الانتقاميه دي؟ بيبقى في شراسه كده وعنف. ده حقيقي. الاول خلينا نقول انه دي من الموضوعات نحن بنناقش العنف والعنف خصوصا بين الاطفال من الموضوعات اللي لازم نناقشها طول الوقت. يعني ما ينفعش نيجي فتره كده ما نناقش ظواهر مهمه زي دي. فيعني بشكركم ان انتم فعلا اهتميتوا بده كمان. طيب تيجي نجاوب الاول ونعرف يعني ايه عنف في الاول. هو العنف خلينا نقول ما هو الا ايذاء. ايذاء في بقى اشكال الايذاء، ايذاء للعنف. من اشكال الايذاء عند الاطفال او العنف عند الاطفال عنف جسدي أو إيذاء جسدي وإيذاء كلامي وتخريب. إيذاء جسدي سواء لنفسه، يعني طفل بيأذي نفسه بيعور نفسه أو يعني ممكن يعور نفسه بقى بآلة بحاجة الكلام ده. ليه بيعمل ده؟ بيعمل ده لما هو نفسه يتعرض لعنف، فما يقدرش مثلا يضرب أبوه اللي هو ضربه أو يضرب أمه اللي هي هزقته أو شتمته أو مدرسه الفصل، فبيحول الإيذاء اللي كان مفروض هو عايز يطلعه على زمايله بقى، او يطلعه اولا على نفسه احيانا واحيانا على الاخرين، سواء كانوا الاخرين دول كانوا اخواته، كانوا زمايله، كانوا اب وام او جد او جده او اي اخر محيط بيه. ده بالنسبه للايذاء او العنف الجسدي. طب تعالي بقى نشوف العنف الكلامي، يعني ده نوع مهم كمان من انواع العنف عند الاطفال. يعني يقول كلام يشتم او يهزأ او يتنمر على اخر، ده كل ده نوع من انواع العنف. طيب تعالي بقى التخريب، سواء التكسير او التحطيم او تخريب ممتلكات عامه او تخريب المدرسه او بيته حتى، كل دي اشكال من اشكال العنف اللي بيمارسها الطفل ناحيه يا اما نفسه يا اما الاخرين او اشياء حتى. يعني اما الاقي الطفل عايز يخرب او عنده ميول كده عنف وهو صغير، اعرف انه في حاجه غلط هنا. قلتي حاجة مهمة جدا، أعرف منين إن أنا عندي قنبلة موقوتة، عندي طفل، عندي حد عنيف جوه البيت. الطفل العنيف مش مبسوط، مش سعيد، تلاقيه طول الوقت مكتئب، طول الوقت مبوز، طول الوقت صعب إرضائه، مش هترضيه بسهولة. حتى لما تيجي تدلليه أو نلعبه رافض ده ورفضه بعنف، ممكن جدا يزق أمه أو أبوه أو أخواته أو أي حد مش عايز ده، رافض ده. الحقيقة الطفل العنيف طفل فيه مشكلة حقيقية. أول شيء وأنا مبسوطة أن حضرتك أشارتي لكده، أب وأم. أي شيء خلينا نقول، أي سلوك نقول الأول أب وأم، هل الأب والأم بيراعوا أشياء معينة ولا لا؟ إيه اللي بيوصلني يكون عندي أصلا طفل عنيف؟ وده سؤال مهم، يا ريت الاباء والامهات اللي بيشوفونا دلوقتي او كمان المدرسين في المدرسه، لانه ما نقدرش نغفل دور المدرسه. لما بنقول في طفل عنيف اشوف مؤسستين، مؤسسه الاسره ومؤسسه المدرسه. اول مؤسسه عندي وطبعا هي اول مؤسسه واهم مؤسسه الاسره. كل اب وام يسالوا نفسهم احنا بنتخانق قدام ولادنا، والخناقه بتوصل لفين؟ ايه الليفل؟ لما الطفل يشوف اب بيضرب امه وام خلينا نقول في عنف كلامي ما بينها وبين زوجها، يعني بتسبه مثلا، في عنف متبادل. طب اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انه الطفل، وخلينا نقول ان هو رادار راصد لكل حركه وكل ايماءه، وهنتكلم على موضوع رادار الراصد ده مهم جدا بعد كده، بيشوف مشاهد العنف ما بين الاب والام، فبيترسخ في ذهنه ايه؟ ان العنف ده شيء عادي. لما بتعلي بقى المرحله اللي بعد كده، لما بيروح المدرسه
فبيبقى خلي بالك احنا قلنا الاب والام دول يعني خلينا نقول الهيرو والقدوه. لما الهيرو والقدوه دول يتصرفوا تصرف معنى كده انه تصرف عادي، تصرف مقبول، فبيعمل ايه؟ بيصدر التصرف ده، بيصدره لاخواته، بيصدره للمدرسه، ولما بيكبر شويه يبتدي يصدره لمين؟ لزوجته مثلا. ولسان حاله لما هي تيجي تعترض كزوجه، انت بتعترضي ليه؟ ما هي والدتي كانت بتضرب، هو انت احسن من والدتي في ايه مثلا؟ فبنستسيخ فكره العنف اصلا. مشروع مجرم، انت بتعمل مشروع مجرم لو حصل حاجه زي ده. حقيقي ده حقيقي. طيب ده اول سؤال الاب والام يسالوا نفسه، هو احنا بنتخانق قدام الولاد والليفل بيوصل لفين؟ طيب تاني حاجه، هو انا بقدم للطفل ايه؟ انا بسمع له اولا، لانه من حق الطفل انه يتسمع له. الطفل بيبقى محمل بحاجات كتير وافكار كتير وحوادث كتير ممكن تحصل له، ممكن تحصل له في المدرسه، ممكن يتعرض لحرب او تنمر، فنفسه انه يقول لوالده ووالدته اللي بيحصل. وخلينا برضو نبقى بمنتهى الصراحه والوضوح، الاب والام عندهم مشاغل وعندهم ضغوط كفايه، يرجعوا البيت الطفل يجي يتكلم، عايز الاب يسمعه والام بطل دوشه، ما تعملش صوت، مش عايز اسمع دلوقتي، طب نتكلم بعدين، فبعدين دي ما بتجيش. فالطفل بيبقى محمل بحاجات كتير جدا جدا، من اهمها انه انا ما عنديش حد يسمع لي، فبيصاب بالاحباط، الاحباط من ابوه وامه، لان هو متخيل انه هم دول الحمايه والامان. طب انا حصل لي مشكله في المدرسه او حصل لي مشكله في الشارع، مين يحميني؟ اصلا ما حدش عارف عنها حاجه، فبالتالي ما حدش حل له مشكلته. طب يعني احنا لو بنتكلم تربويا، لو بنتكلم مجتمعيا، حادثه نيره وما تلاها من حوادث مشابهه، هل نقدر نقول ان في حاجه اسمها العدوى المجتمعيه؟ يعني شفنا حد ينتحر فنشوف 4 5 مش عارف ايه، شفت حد عمل كده في فتاه كان نفسه يرتبط بها ويحبها، يعني حتى ما سابهاش، يعني لا ما اطلقش صراحه، ده راح قتلها. ده سؤال رائع جدا جدا، وده ملمس قوي في السوشيال ميديا وملمس قوي في السينما والدراما، ان في تكرار. احنا بيتصدر لنا طول الوقت مشاهد عنف. عنف زمان زمان كان في شاشه كده ما فيهاش الكلام ده قوي، يعني ما بنشوفش قوي مشاهد العنف والدم والرعب والتدمير والكلام ده في الشارع مثلا. والشارع المصري طبعا يعني من اكتر الحاجات اللي بتورينا نفسنا. لو حصلت حادثه في الشارع وفي دم في الشارع، اللي بيحصل ايه؟ الناس بتتجمع تتفرج وبيصوروا، بيمسكوا موبايلاتهم ويصوروا، ده حاجه دي مصيبه والله. فاصبح اصبح المشهد ده مستساغ جدا. لا، واصبح ان مفيش حتى حرمه اللي بيحصل، يعني حتى عندنا دينيا ده حرام جدا. بالظبط، فبقينا نرفع الموبايلات ونصور، ولا كان ده انسان ليه حياه وليه عيله وليه ناس تتضايق من المشهد ده. لا، حقيقي ينتشر. جدا جدا، فرهبه الموقف ورهبه الحدث نفسه ورهبه الدم ورهبة مشاعر العنف، كل دي ما بتبقاش موجودة مع تكرار المشاهد دي. زي ما أستاذ مصطفى قال، الحاجات دي بقت كتير بنشوف ده وابتدينا نقلد ده. المشاهد دي لما تكون معتادة سهل تقلدها، سهل جدا تقلدها. طول ما مفيش أحكام رادعة، يعني شفت حكم رادع والحكم ده على مرأة ومسمع من الجميع بشكل معين، وقبلها ان انا ادرب الاطفال، ادرب الاب والام يتعامل ازاي مع طفل عنيف في البدايه يعني. طيب خلينا نقول برضو في نقطه مهمه لازم نتكلم فيها، لان للاسف كنا بنقول ان ده كان بيحصل في طبقات معينه او بيحصل في يعني زمان ودلوقتي ما بقاش موجود، فكره التمييز ضد الاطفال. ويا ريت برضو نركز في الفكره دي، لان للاسف الفكره دي موجوده ومستمره معانا، سواء التمييز ده ما بين الطفل الاصغر والاكبر او ما بين ولد وبنت. طب ما احنا بنشوف تمييز كتير جدا بين ولاد وبنات، وما لقيناش البنات بيعملوا الجرائم دي. صحيح، نسبه الارتكاب الولاد اكتر من البنات. بس خلينا نقول ان ده بيصدر قهر، يمكن البنت ما عندهاش الجرأه دي او القدره دي. ولكن هل نفسيا هي سليمه وسويه؟ لا طبعا، بعتقد انه لا. طيب خلينا برضو نقرب الموضوع للمشاهد ونتخيل مشهد بيحصل كتير كتير في بيوت كتير. اب داخل كان في شغله وداخل البيت، فبيفتح البيت قال على الترتيب باستمرار، كل يوم على الترتيب باستمرار يقول كده، بينادي بقى على اولاده احمد مصطفى هند عشان يقولوا ويسلم عليهم كل يوم، احمد مصطفى هند كل يوم باستمرار. ايه اللي بيتصدر لمصطفى وهند؟ انه احمد هو المميز. اللي بيتصدر لهند ان بابا بيحب احمد ومصطفى عشان دول ولاد وانا بنت. وبالمناسبه احنا بنضر المميز والمميز ضده.
يعني الطفل المميز طول الوقت ده بيحس انه ايه الكون كله بتاعه، فبالتالي بيبقى اناني. بس هل هو مميز ولا هل هنا في النقطه دي بالذات الاب يمكن بالنسبه له ده من الكبير للصغير مثلا يعني؟ ف لا ده ما ينفعش ان الطفل ما بيفكرش في كده. ليه؟ لان احنا من شويه قلنا الطفل رادار راصد بيشوف وبيركز، هو كل شويه بابا ينادي على احمد الاول ليه، هو بابا بيحب احمد اكتر مني وهبه او فكره التمييز يعني. بالظبط فكره التمييز. غير كده كمان انه الطفل لازم يتشبع بالحب والحنان بشكل كبير. لازم الاب والام زي ما بيصرفوا على الاولاد لازم يدوهم حب وحنان. كنا بنتكلم على انواع التعبير عن الحب، وبالمناسبه دي مش زوج وزوجه بس، يعني في خمس انواع من او طرق وانواع من طرق التعبير عن الحب، مش بس زوج وزوجه، زوجه وزوج واطفال. يعني لازم نعبر بالخمس طرق دول لاولادنا ان احنا بنحبهم. اول طريقه دي واهم طريقه برضو تعتبر من الطرق المهمه التعبير اللفظي، يعني ادعم طفلي انت شاطر وانت كويس وانت مؤدب وانت جميله وانت مرتبه وانت نظيفه وانا بحب طريقه تفكيرك جدا، ادعم تفكيره وشخصيته. انا واثق فيك قوي، انا واثقه فيك جدا. فدي كلها من الدعم ومن التعبير اللفظي اللي المفروض ناخد بالنا احنا بنقول لاولادنا ايه. تاني طريقه عندناش وقت ولا لا اتفضل. تاني طريقه التلامس الجسدي. التلامس الجسدي الاب والام، الطبطبه والبوسه والحضن. الحب غير المشروط. في ام جت قالت لي معقوله انا ابني بقى في اعدادي معقوله هبوسه واحضنه؟ وكانها مش متخيله انها تبوس ابنها وتحضن ابنها اللي في اعدادي ده. ده عيب كمان في الصعيد في بعض الاحيان. للأسف. طبعا وللأسف فعلا في الصعيد وفي الأرياف ده حقيقي وفي طبقات كتير للأسف. وبالمناسبة مش بس من فكرة العيب دايما من فكرة انه بيكسف او انا هعمل كده ليه، ما انا بديله فلوس بجيله اللي هو عايزه. لكن التعبير الجسدي من اهم طرق التعبير عن الحب. لازم احسسه على طول ان انا معاه، فالتلامس الجسدي ده شيء مهم جدا جدا. ثالث طريقه من طرق التعبير عن الحب المساعده او الخدمات. اقدم لاولادي مساعدات. احنا بنتكلم برضو لو زوج وزوجه بيشوفونا دي من الطرق الاساسيه للحب. طيب يعني ايه مساعده وخدمات؟ زي من شويه قلنا ايه الطفل ممكن يكون عنده مشكله في الشارع او في المدرسه، لو انا ما رحتش لوالدي ووالدتي وقلت وهم ادوني مساحتي ووقتي ان هم يسمعوا مني وان انا اقول، بالتالي انا مشكلتي مش هتتحل ومحدش هيساعدني. طيب لو في شيء انا عايزه فعلا وعايز مساعده والدتي، ينفع الوالده تقول له ماليش دعوه بيك؟ لا ما ينفعش. او الوالد يتخلى عن مسؤولياته؟ هنا الطفل بيحس بالاحباط. والاحباط على فكره من احد الاسباب المهمه والاساسيه للعنف، ان الطفل يبقى عنيف لانه حاسس بالاحباط طول الوقت. ومن اقصى مشاعر الاحباط لما يحبط من مين؟ من والده ووالدته. طيب رابع نوع من انواع التعبير عن الحب ان انا اقضي وقت مع اولادي، معنى كده انا بحبهم. بس الوقت ده يتقال في ايه او يتعمل في ايه؟ هل الوقت ده امر وانهي فيه، او ان انا اخليهم يعملوا حاجات في البيت اشغلهم جوه البيت انا كده يعني يلا ننظف البيت؟ ما هو ده مش الوقت بتاعنا. لكن الوقت بتاعنا نقعد نتكلم مع بعض، نتناقش مع بعض. والله بقى لو اتناقشنا في امور تخص البيت، يعني هندله البيت او الشوبينج ليست اللي بنعملها مثلا نعملها كلنا ونشارك الاطفال ايه اللي يجي وايه اللي ما يجيش، ايه اللي يتاجل شويه. وخصوصا مثلا لو عند الاطفال احتياج معين، يعني طفل عايز بنطلون مثلا والمشهد برضو ده مهم، طفل دخل على والده ووالده بيعد فلوس، والمشاهد دي احنا بنشوفها وبنعاصرها، والده بيعد فلوس، الفلوس دي ممكن تكون فلوس قرض او جمعيه او دين او اي التزام من الالتزامات المختلفه. فالطفل بيطلب من والده بنطلون مثلا، ينفع الاب يقول له لا مش هجيب لك؟ يفهمه يدخله في اللي بيحصل يعني. يقول له احنا هنعمل كذا، ايه رايك احنا نعمل كذا؟ صحيح. وايه رايك نستقطع مثلا ناخد 100 جنيه الشهر ده وعليهم 100 جنيه تانية الشهر الجاي وتنزل معايا ونجيب احلى بنطلون؟ نشاركه في الموضوع. نشاركه. الطفل هنا يحس ايه؟ ابوه ما بيستخسرش فيه لانه شايف فلوس معينه، وان هو مش محروم ولا حاجه، لان فكره الحرمان من ضمن الافكار اللي محركه للعنف. تبقى قنبله موقوته وهتودي لحاجات تانية، تودي انه انا محروم فانا زميلي بيجيب في الفصل فانا مش قادر اجيب ده، انا ابويا حرمني او امي حرماني.
لكن لما انا ابقى فاهم كويس قوي ان انا ما عنديش حرمان ولا حاجه، ولكن هي في حاجه اسمها ترتيب اولويات، ودي من القيم اللي احنا بنعلمها الاولاد، احنا بنرتب اولوياتنا. مش هلغي احتياجك، والاحتياج ده شيء مهم واساسي، مش هلغي احتياجك ولكن تعال ناجله سوا. طيب احنا متفقين ان ربما بتظهر عندنا من الحين الاخر بعض الظواهر المجتمعيه. مراكز البحوث الاجتماعيه، يعني عندنا مركز البحوث الاجتماعيه والجنائيه مثلا، فين ودورهم فين؟ وفين اوراقهم البحثيه؟ وفين كلامهم؟ وفين توعيتهم في وقت ربما احنا في اشد الحاجه ليه في هذا الوقت؟ ده حقيقي، احنا عندنا فعلا مركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، مركز من اقوى المراكز الموجوده في مصر. هي بتركز طبعا على الجانب البحثي، وفي منها جانب تطبيقي، هو بس محتاجين التفعيل، نفعل وصلوا لفين ونبتدي نشارك المجتمع. يعني عندنا برضو المجتمع المدني لازم يشترك، احنا مش بس الاسره هي اللي عليها الدور والعبء، ومش بس وسائل التواصل الاجتماعي، لانه برضو بقت اخطر من السينما والدراما، لان كل الناس دلوقتي على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن برضو المراكز الاجتماعيه زي ما استاذ مصطفى قال، عندنا كمان المجتمع المدني، كلنا كافراد لينا دورنا كمان في اي مشكله ممكن تظهر في المجتمع. كنا لسه بنتكلم يمكن في فقره فاتت ان على الزياده السكانيه، انه الطفل لما بيتولد عليه على الدولة عامة وعلينا وعلى الأسرة عبء كبير قوي، في من أول تعليم للصحة، كمان نقطة مهمة جدا جدا وهي التربية. فالتربية دي يمكن من أهم الحاجات عشان تطلع حتى لينا مواطن سوي. يعني هل أنت معايا أن احنا لازم نربي أولادنا على الرضا؟ دي قيمة رائعة جدا جدا، ان احنا فعلا يكون عندنا رضا بالحال ايا كان الحال. وقيمة الرضا دي يعني خلينا نقول ما تتعارضش مع قيمة الطموح. راضين طبعا بما قسم الله، ولكن عندنا طموح ان احنا نعمل نطور ننمي نفسنا. وقيمة الرضا دي في الاول بتتزرع برضو من البيت، لما اكون في بيت راضي، بيت قنوع، وبيت بالمناسبة لما قلنا تلبية الاحتياجات في جزء منها الرضا، لأنه أنا لما بحس بالإحباط والحرمان طول الوقت هيجي منين الرضا؟ فلازم إحنا كأسرة ما نحسسش أولادنا بأي نوع من أنواع الحرمان، سواء المادي أو المعنوي. في كمان جانب مهم قوي أشرنا ليه في البداية عايزين نتكلم فيه، هو جانب المدرسة. الجانب المدرسي والمدرسين والتربويين، يعني يا ريت اللي بيشتغل في العمليه التعليميه يكون تربوي، لان الوزاره اسمها وزاره التربيه والتعليم، مش بس الجانب التعليمي. يعني دور المدرسه بعتقد انه مش بس مجموعه من العلوم انها بتتحط في ذهن الاطفال وخلاص، ولكن انه يكون عندنا تربويين وتربويين فعلا، يعني خريجين كليات التربيه واقسام التربيه او اقسام علم النفس او اقسام الاجتماع او من كليات التربيه. ده الحقيقه ده شيء مهم جدا جدا، لان انا لو ما عنديش شخص تربوي عارف يعني ايه تربيه جوه المدرسه، بيبقى في كارثه في المدرسه. ليه؟ لانه المدرس هنا ما بيتصرفش بتربويه. لما يكون عندي مشكله ما بين طفلين او ما بين طالبين جوه المدرسه، المدرس الغير تربوي بيتصرف بشكل، والمدرس التربوي بيتصرف بشكل تاني. صحيح. كل ده بيصب فين؟ بيصب في نفس الطفل. فلو ما تصرفش المدرس بشكل عادل وشكل تربوي سليم، الطفل بيحس بالاحباط، بيبقى عنده مشكله نفسيه حقيقيه، وبعد كده بنرجع نقول هو الطفل ده عنيف ليه. صحيح. يعني على اي حال طفل اليوم هو شاب الغد، هو رجل المستقبل، لو ما اسستوش صح انت قدام مشاكل كتير جدا ممكن تحصل لك وممكن تحصل. وشفنا ربما يعني ظواهر، مش هنقول عليها ظواهر مجتمعيه، ربما هنقول عليها حالات فرديه، ولكن حاجات يعني يشيب لها الولدان شيء. بتضايق طبعا، واكيد زي ما انت قلت يا مصطفى ساعات كثيره بتبقى بسبب السوشيال ميديا عدوى. صحيح. وساعات كتير بتبقى بسبب التربية الخاطئة. وعلشان كده كان كلامنا النهاردة مع الدكتورة عزة زيان، استشاري العلاقات الاجتماعية والأسرية، اللي شرفتنا النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دكتورة، نورتينا. ميرسي قوي، صباح الخير.